يهمنا نعرف رأي نجم من نجوم نادي الزمالك، واحد من النجوم اللي بصراحة بنستمتع جدا بآرائه الفنية، بيكون معانا على شاشة قنوات اون تايم سبورتس. بنرحب بالكابتن أحمد مجدي. صباحك زي الفل يا كابتن. صباح الخير يا فرح، وصباح الخير يا يحيى. صباح الفل عليك يا كابتن احمد، منورنا. وانا عارف مصحيينك بدري، هو محمد يحيى دايما بيعمل كده، ولكن منورنا ودايما بتسعدنا بوجودك معانا يا كابتن مجدي. حبيبي يا يحيى، ربنا حبيبي يا كابتن. يعني النهارده هدخل معاك سريعا عن نادي الزمالك، بنتكلم عن نادي الزمالك، واكيد مباراه طلع الجيش هي مباراه مهمه. طلع الجيش مش هتكون مباراه سهله. بتتكلم كابتن طارق العشري برضو مقدم معاهم اداء كويس. نادي الزمالك جاي من خساره امام امبي. شايف المباراه النهارده هيكون شكلها عامل ازاي؟ فيريرا النهارده هيكون بيفكر ازاي؟ هل اكيد النهارده عايز يعود مره ثانيه للانتصارات، عايز يحافظ على صداره الدوري؟ في تفاصيل كتيره قبل مباراه طلع الجيش النهارده مع نادي الزمالك. لا اكيد، زي ما انت قلت مباراه مهمه جدا. التعثر امام انبي المباراه اللي فاتت، وخلي بالك انبي يعتبر قريب جدا من طارق الجيش في طريقه اللعب يعني. وكمان الفتره اللي فاتت كابتن طارق العشري وطارق الجيش عاملين نتائج ايجابيه كبيره، وكانوا من تحت الجدول دلوقتي لوسط الجدول، فعندهم طموح ان هم كمان يبقوا موجودين ويقاتلوا قدام نادي الزمالك. لكن الزمالك عليه هو العامل الاكبر ان هو يرد فعل بعد ماتش انبي، ويعتبر فريرا هياخد الماتش انبي وطارق الجيش كوبي بيست في الشغل يعني. المفروض ان الطبيعي جدا ان الفرقه برضه زي الجيش هتنزل تحت الكوره بال 9 10 لعيبه ويبداوا يشتغلوا على التحولات الهجوميه. فانت لو ما اتعلمتش من اخطاء مباراه انبي لمباراه الجيش، اعتقد هتبقى مباراه صعبه جدا. فاتمنى ان الزمالك يقدم مباراه كويسه ويحاول يجيب جون في اول ربع ساعه، لان ده بيفرق كتير. اي فرق بتلعب قدام الزمالك والاهلي لو ما جتش فيها ربع ساعه او ربع ساعه او ثلث ساعه جون، دايما بتبقى الوقت لمصلحتهم هم، مع التوتر، مع الجماهيريه، مع الاجواء اللي موجوده في المباريات دي، لان بقى في ضغط كبير جدا على نادي الزمالك. لان الزمالك دلوقتي ما فيش افريقيا، فقدامه او البطوله الكبيره بالنسبه لجمهوره هو هي الدوري. وهو كمان مستريح، ما فيش ضغط مباريات، ما فيش ضغط مباريات. لا، الزمالك مستريح جدا. فاتمنى ان الزمالك يقدر يعمل رد فعل كبير قدام طارق الجيش عشان يكمل استدارة الدوري، لان خلي بالك كل الفرق دلوقتي بتكسب وجايه ورا الزمالك يعني. فانا طبيعي انت تكسب في الفتره اللي الاهلي مش موجود فيها عشان تحط ضغط لما الاهلي يرجع يلعب، يبقى مضغوط اكتر من الفتره الاولى يعني. طيب كابتن احمد، الانتعاشه اللي حدثت لنادي الزمالك وللعيبه في عدد كبير من المباريات متتاليه، هل ده كان السر وراء التراجع؟ يعني زي ما حضرتك عارف دايما في بعض اللعيبه بتاخد ثقه، وده يمكن كان راي الجمهور او راي المحللين والمديرين الفنيين بعد اللقاء على طول، انه في بعض اللعيبه بتبتدي تضمن الفوز فبتلاقي الاداء والمستوى بينخفض. حضرتك شايف ان ممكن تكون لعيبه الزمالك ضمنت الفوز في عدد كبير جدا من المباريات، وده اثر على مستواها في مباراه امبي، او استهونت بالمباراه بمعنى اصح؟ بصي، ما فيش مباراه سهله في الدوري، وبالذات الكلام ده ممكن نقوله مثلا في الثمانينات في التسعينات، ان الفرق دايما بتبقى نازله مثلا 50% خسرانه من الزمالك والاهلي. لكن في الوقت الحالي كل الفرق بتنزل تهاجم الاهلي والزمالك وبتشتغل عادي جدا طبيعي، لان الكره اتطورت وتحدثت، وكل الفرق دلوقتي بتصرف فلوس وبتجيب لعيبه عندها كواليتي كويس. لكن انا شايف برضو في حاجه مهمه جدا، برغم المكاسب المتواليه لنادي الزمالك لكن في مشاكل فنيه. ويعني قلت الكلام ده كذا مره، مش عاوزين نضحك على نفسنا ونقول ان الزمالك بيكسب، بس بيكسب وشغال وماشي كويس، لكن في مشاكل فنيه موجوده. وشوفي مثلا اخر خمس ست ماتشات الزمالك دخل فيه جوان باستمرار، مفيش فرقه كبيره بتخش فيها جوان باستمرار. انت النهارده في مشاكل فنيه والراجل بيحاول يحلها وهو جاي في وسط الموسم، وده برده خطر كبير. لكن في الاخر لازم احل الحاجات اللي هي الاولويه، ان انا ما يخش فيها جون، لان انت الزمالك هيخش هيجيب جوان يعني، الزمالك هيوصل للجون كتير وهيضيع فرص وهيجيب فرص، لكن ما يخش فيها جون. ده رقم واحد. الفرق الكبيره، بصي على اكبر فرق في العالم مانشستر سيتي مثلا، اقل فرقه داخله فيها جوان واكتر فرقه جايبه جوان. انت ممكن واحد جوارديولا يقول لك ايه، طب انا بجيب جوان كتير، ممكن كل ماتش يخش فيها جون او اتنين مش هتفرق كتير. لكن لا، انت النهارده مانشستر سيتي الماتش اللي فات دخل فيه جونين وجاب جونين، لو ما كانش دخل فيه الجونين دول كان كسب 2-0 وكان رايح نفسه وخد الدوري وحاط رجل على رجل. لكن في الاخر لا، لازم انا اتعلم كتيم الزمالك ازاي ادافع كتيم ما يخش فيها جون، لان انا كده كده من فرق بالكواليتي اللي موجود، اللعيبه والشغل اللي الراجل بيشتغله، هتوصل للجون وهتجيب جوان. فانت في حبه مشاكل فنيه موجوده رغم المكاسب، اعتقد هي دي اللي غطت شويه عن المشاكل، او مش ظاهره للناس ان انت بتكسب دايما باستمرار. فانت ما عندكش مشاكل فنيه، لكن جيت ماتش انبي ظهرت المشاكل الفنيه اللي موجوده وقدر انبي يكسب المباراه.
طب كابتن مجدي، يعني بتتكلم في مشاكل فنيه ظهرت على نادي الزمالك في مباراه امبي، ويمكن اغلبها من وجهه نظري هي مشاكل دفاعيه، في مشاكل في خط دفاع نادي الزمالك، وده واضح، ومن تراجع مستوى محمود علاء، وده اللي هيخليني اسالك، هل محمد عبد الغني ممكن نشوفه النهارده على حساب محمود علاء؟ ممكن نشوف محمد عبد الغني الفتره اللي جايه بيشارك مع نادي الزمالك؟ بص يحيى، الكره الحديثه ما فيش حاجه اسمها خط الدفاع هو او وحش، لا هو انت بتتكلم كتيم، انت الكره دي بتوصل للجون ازاي او توصل لخط الدفاع ازاي؟ لو انت عندك وسط ملعب قوي بيقدر يدافع كويس مع المهاجمين، الكره دي هتروح ميته بالنسبه للمدافعين طبعا. لكن طول ما الكره بتوصل باستمرار للمدافعين بسهوله، تعرف على طول ان في مشكله في وسط الملعب، ان الكره بتعدي، بس في اخطاء دفاعيه، اخطاء في التمركز يا كابتن مجدي، اخطاء دفاعيه بتبقى أكيد. فرديه، اللعيبه فرديه، كل الاخطاء بتظهر ليه؟ الاخطاء بتظهر عشان الكور بتوصل كتير، ده طبيعي جدا. انت النهارده بص على السيتي الماتش اللي فات، جونين عاملين ازاي؟ كورتين باصتين بالظبط اتضربوا بيهم وجه جون. ليه؟ لان انت لما بتوسع الخطوط بتاعتك والكره بتوصل كتير قدام المدافعين، طبيعي جدا كل المدافعين في العالم عندهم اخطاء، كلهم عندهم اخطاء طبعا. لكن بتقلل اخطائك امتى؟ لما بتضايق مساحاتك، لما بتدافع وسط ملعب كويس، فالكره تبقى جايه ميته للمدافعين. كل فرقه العالم، ليفربول نفسه اللي هو اقوى فرقه في العالم، بتشتغل ضغط عالي وبتشتغل ضغط مرتد، بتبقى عندها مشاكل، بتوصل وفرق بتوصلها للجون كتير. لكن في الاخر هي اللي انت تقلل اخطائك وما تظهرش اخطائك. النهارده لما تيجي مثلا نتكلم على الونش مش ظاهر الفتره دي، اقل شويه من الفترات اللي فاتت او فترات المنتخب، وده الونش هو لكن ليه؟ لان بدات المساحات تكبر، بدات الكور توصل كتير، بدا يتحط تحت ضغط اكبر. فانا من وجهه نظري اكيد في اخطاء فرديه، لكن الاخطاء الفرديه بتيجي كتير لما تكون الفريق في مساحات واسعه، بتلعب في 70 80 متر، مفيش ضغط في وسط الملعب، مفيش ضغط حتى من المنطقه اللي قدام او الثلاثي الامامي، عشان الكره توصل تعبانه لوسط الملعب وبعد كده بتوصل للمدافعين تبقى ميته. فانا اعتقد ان هو شغل تيم كامل هو اللي ظهر الزمالك بالطريقه دي. كابتن احمد، لو رحت مع حضرتك لمحمد ابو جبل ومحمد عواد، في كلام بيتقال انه مستر فيريرا هيسند حراسه المرمى لمحمد عواد في مباراه طلائع الجيش، في البعض بيقول لك لا اصل محمد ابو جبل طلب راحه عايز يريح، فتعليق حضرتك ايه؟ وشايف الكلام ده ليه علاقه بانه محمد ابو جبل ممكن يكون فعلا عايز يرتاح، ولا انه مستر فيريرا شايف ان مستوى محمد ابو جبل الفتره اللي فاتت منخفض جدا وصعب ان هو يحرس عرين نادي الزمالك؟ تعليقك ايه؟ وشايف مين الاقرب اللي يكون في حراسه المرمى او في مركز حراسه المرمى في مباراه اليوم ان شاء الله؟ بص، خلينا نتفق ان ابو جبل بعد بطوله افريقيا وهو في توتر، في تفكير كتير، هيجدد مش هيجدد، عنده عروض ما عندوش عروض، خدوا قرار الزمالك ان هو مش هيجددوا له، فانا شايفه متوتر بعد بطوله افريقيا. انا من وجهه نظري كان من بدري شويه كمان عن كده، ممكن من 3 4 ماتشات كان لازم عواد ياخد، لان الراجل لما بيلعب بيبقى كويس. وخلي بالك عواد قعد عشان ابو جبل يروح المنتخب الفتره الاولانيه قبل ما يروح المنتخب، ابو جبل هو عواد اللي كان ماشي كويس جدا وكان بيلعب، وبعد كده قعد عشان ابو جبل يلعب ماتشين او ماتش قبل بطوله افريقيا، وراح بعد كده والراجل لعب وتالق. لكن انا شايف ان عواد من 3 4 ماتشات فاتوا كان لازم ياخد فرصه، يعني اسرع من كده شويه. لكن في الاخر ابو جبل هيبقى جون، يعني يظل جون كبير، بس هو مشتت شويه ذهنيا وحاسس ان هو مش مركز، مش عارف مستقبله رايح فين، فاعتقد ان لازم عواد ياخد من قبل 3 4 ماتشات قبل كده. يعني هو عواد، يعني بعيدا عن عواد، ابو جبل مضغوط جماهيريا برضه يا كابتن مجدي، ودي نقطه مهمه جدا، ان انت لما الجمهور بيعمل عليك الضغط ده، سواء بقى على السوشيال ميديا وبتقرا وبتشوف ودايما مضغوط، هي دي فكره الراحه اللي كان طالبها من فيريرا، اعتقد يعني ان هو يتخلص من الضغوطات اللي موجوده عليه من قبل جمهور نادي الزمالك عشان يقدر يرجع مره ثانيه. ولكن انا بشوف ان انت لو حتى حصل ده، ابو جبل ريح ومحمد عواد لعب مباراه طلع الجيش، لعب المباراه اللي بعديها لك محمد عواد، مش انا ضد وجهه نظر ان انت كل شويه اشوف ابو جبل ماتشين وعواد ماتش وبعد كده نرجع تاني لابو جبل ماتش، يعني قصه الروتيت في حته حراسه المرمى دي انا ضدها تماما. يعني ما انت خلي بالك بنسبه 80% ابو جبل مش هيجدد في الزمالك، يعني ده قرار رئيس النادي واعتقد الموضوع ماشي لكده. فانا اعتقد الطبيعي ان انت تلعب اللعيب اللي موجود معاك لفتره قدام، مش اللعيب اللي هو ماشي اخر الموسم.
لان اخر موسم مشيت بتحس ان في دروب حتى من اللعيبه نفسها اللي موجوده. يعني لو في لعيبه مش هتجدد طبيعي جدا ما تلعبهاش. يعني في مدربين بيمشوا بالتفكير ده عشان الفرقه ما تاخدش على اللعب بتاعهم او الشغل بتاعهم، وبعد كده مره هتشيلهم تلاقي في دروب كبير. فانا من وجهه نظري بص يحيى، خلينا متفقين ان اللعب نفسه في نادي الزمالك هو ضغط، بغض النظر بقى ان انت كويس او وحش، هو ده ضغط كبير، وانت دايما مطالب بالمكسب ودايما مطالب انت تدي 200% عشان تقدر تكسب في الوقت الحالي مع الكره الحديثه اللي موجوده دلوقتي. لكن في الاخر اللي مش هيقدر يستحمل الضغوطات ما يلعبش في انديه كبيره، لان انت في الاخر انت حطيت على نفسك الضغط ده بسبب اللي انت ما قلت ان انا مش هجدد، وان انا جاي لي عروض، وان انا عاوز مش عارف كذا، وان انا عاوز كذا. طب خلاص انا مفيش مشكله، اطلب 100 مليون جنيه بس في الملعب ابقى واقف على رجلي كويس جدا، ما بقاش في مشاكل. يعني ده الطبيعي، وده اللعيبه الاذكياء بتعمل كده، اللي انا ابقى مركز خلاص. الناس انا عاوز مبلغ معين، خلاص يا جماعه انتوا مش عاوزين تدوا لي، انا مركز في الملعب كويس جدا وهموت نفسي وهقاتل عشان الناس بعد كده تيجي تقول لك ايه، لا احنا هنديك الرقم اللي انت عاوزه ده. لكن اقول ارقام وبعد كده الاقي نفسي في الملعب متوتر ومش مركز وعندي اخطاء كتيره، لا ولا انت ولا هتجدد في الزمالك ولا هتجدد ولا هتروح في حتت كبيره تقدر تلعب فيها بعد كده. بالتاكيد. طيب مش هينفع نختم مع حضرتك لقائنا الا لما اسالك على يوسف اوباما يا كابتن احمد، شايف مستوى يوسف اوباما عامل ازاي؟ وهل مستوى يوسف اوباما ممكن يكون مؤثر بشكل كبير جدا على نادي الزمالك؟ هل شايف ان هو علشان نقطه الوصل، وانه لما بيكون فايق ولما بيكون متالق ده بيأثر باثر ايجابي جدا على اللعيبه كلها، وبيكون يعني كمركز 10 مهم جدا في تحركاته في تواجده في المباريات الكبيره والمهمه، وبيصنع الفارق مع نادي الزمالك؟ وشايف ايه اللي ممكن يكون مؤثر على فكره انه يوسف مش متألق منذ بداية الموسم ده ولسه ما أحرز الأهداف؟ بصي خلينا متفقين ان يوسف اوباما ما بقولش عليه رقم 10، انا بقول عليه رقم 9.5 اللي هو المهاجم الوحدي. هو دايما لو لاحظتي كل الفترات بتاعته المتألق فيها كان دايما بيجيب جوان بدماغه، اللي هو بيروح دايما في منطقه الجزاء ورا المهاجم وبياخد المساحات الفاضيه اللي ورا المهاجم وبيقدر يشتغل فيها وبيلعب دماغه كويس جدا. لكن اوباما مش 10، مش اللي هو يعمل جوده اللعب، مش اللي هو يصنع اللعب، مش اللي هو ينزل يشتغل بين الخطوط ويشتغل بعد كده في العرضيات جوه منطقه الجزاء، او مثلا كره بتتعمل بالعرض لبره يبقى هو موجود فيها. لكن اوباما الناس بتحاسبه ان هو اللي بيصنع اللعب، لا اوباما ما بيصنعش اللعب، عشان كده الكوره بتطلع منه كتير جدا. اوباما لو انت هتلعبه عشان تاخد منه الدور ده، لكن هتلعبه رقم 10 لا. انا شايف ان شيكابالا مثلا رقم 10 احسن بكتير، ممكن تدخل احمد سيد زيزو، ممكن تدخل امام عاشور، في لعيبه ممكن تلعب رقم 10 لانه يعني مثلا اوباما ما بيشوطش كتير قدام الجون، هو بيلعب مميزات ان هو بيعدي او بيخش جوه منطقه الجزاء وبيكمل على الجون، لكن مميزات ان هو يصنع لعب لا مش بتاعت اوباما، عشان كده ما بيشتغل في المساحات الضيقه كتير بتتقطع منه الكوره. لكن هو في الاخر لعيب كويس، لكن هو اكيد مستواه برده نازل او مستواه مش الفتره دي قلل شويه، لكن هو ممكن لازم يشتغل على نفسه احسن من كده واكتر من كده، لان جمهور الزمالك بيحبه ومتوسم فيه خير طبعا، وعليه ضغط كبير. يعني برده عليه ضغط كبير بقى الفتره اللي فاتت بتاع التجديد، وان انا جددت وحطيت شرط جزائي مش عارف بيقول ايه، فطبعا اكيد في ضغوطات كبيره جدا. لكن في الاخر اللعيب اللي هو الفرق الكبيره لازم يتعامل مع الضغوطات، واللي بيتعامل مع الضغوطات احسن بذهنيا اكتر هو ده اللي بيعدي بسرعه. يعني طبعا كابتن احمد دايما بتنورنا وبتسعدنا بوجودك، واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك كابتن احمد مجدي اللي كان مشرفنا ومنورنا، وصباح الفل عليك. صباح الفل يا يحيى، صباح الفل يا غرام.